Hello, I think this is a new vlog, so welcome to this week's vlog, this Ramadan vlog. هلا رايحين نفطر، بعتقد أول مرة بنفطر برا. لا مرة مش برا، كان مرتين أول مرة بنفطر إيطالب. إيه إيطاليان هيدا القصدي. بس على فكرة بكرة كمان يعني صار حنعمل إيطالب بس. tomorrow عند الأكل. Yeah, so excited. المهم إذا بتعرفوا عن جد، إذا بتحضروا ماي فلوجز من زمان، ما بعرف إذا كانت أعمل فلوجز وقتها، بس أنا ورسيل كنا كل يوم نطلب من هيدا المطعم. طابولينا. Oh my god. هيدا المطعم. عن جد النيوكي والتشيتاكي مشروم. Oh my god, super طيبين بعدهم by the way. عن جد. أنا أكلة very recently طابولينا on Christmas break. أكلت شي 1000 مرة، بعدهم نفس الشي. أنا كثير متحمسة صراحة للتشيتاكي مشرومز. وبعدين بحس حروح نجيب قهوة، وبالليل عنا سحور مع عائلته وحيقصوا لي كيك. طلبنا بيتزا و تشيتاكي مشروم اطيب شي عندي. تسيل طلبت نيوكي. ورث از يوجوال. نيوكي عن جد اكثر اكله بركي اكلناها اول ما صرنا رفقاء. اكثر اكله باكلها بحياتي. لا جايز عن جد كنا ناكلها كل يوم. كان كارثه. طلبوا لحمه كمان اكيد لازم لهم بروتين. جايز جينا على باك برينر بس يس سوري جينا على بيب ما في اقول وين لانه ما بقى صار في محل النا. جايز ايدي اكبر من ايدي ايدي جايز ولا خنطيس خنطيس حقيقي I thought I forgot. You know, I don't thought I forgot my vlog camera. Sometimes she'll end sentence. I thought I forgot my vlog camera. You know, guys, Reina does this thing. Good morning. Good morning. Guys, they're roasting me. Reina, when she talks, she goes like sometimes. Tamul hek. Now I told her, hey, yalla vlog. She told me, I thought I forgot my vlog. Like, she won't finish. Good until you finished my sentence. I understand, but it's so funny how you do that. Muhem, we're like, I told her earlier, I'm like, do this cake for your birthday. She's like, hala, I'll tell her. I'm like, okay. Oh my god, why does she mumble that? لا عن جد انت ما بتسمعي اوقات، عن جد جرب احكي لها لناتاشا، وناتاشا بتكون على تليفونها مش هيك ما بتسمع مش لان هي ناتاشا. انا ابدا ما بكون على تليفوني حلو. هي ابدا ما بتقعد على تليفونها. جايز طلبنا هاي انا ورسيل فور ا تشينج، اتس لايك ا هيلثي ساج، والجبنه صراحه كثير طيبه عليها. هلو جايز، اليوم ما صورت لكم شيء لانه بس عملت بوكسينج وعملت لها كيك لرسيل، فرجيكم اياه بعدين. هلا في حدا كثير جاع وما عم بيقدر يتنفس وحينتف حاله، بس اليوم على الافطار عنا مغربيه ورسيل قاعده حد الشباك مشان تسمع الاذان للاخر، فان شاء الله ما انسى اصور لكم لانه اكيد 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 رسيل ما حتذكرني، يعني باكد لكم. يوم مغربيه مع لبن عم بتقلنا انه صحنا صحتين صحتين بطعم شعب. حفرجيكم ماي اوتفيت لما فرجيكم اياه بعد. اكسكيوز الضجه، لبسة عباية اليوم كل شيء اسود، هيدا اتس جريش فلبقته مع الشوز، ولبسة ذس توب اند بانتس من يس يو جست ات زارا. واليوم ما كترت ميك اب، ما حطيت فاونديشن، فمبين ماي روزيشيا، بس مالي I'm gonna embrace it today. Yay! Time. Mine looks like it was bathed in blood. رسيل بتحب الصوص مع a side of cake. بس شو لا يكونوا طيب لأنه ما بعرف ال strawberries might not be the sweet. Okay. Do us a taste test. Guys, so look at the strawberry cake. Okay, guys, this is my favorite cake on the planet. I already know it's gonna be crazy. I'm so excited. Let's see how it goes. Love it? So good. Oh, okay, good.
جينا فلامنكي وطلبوا برجرز. انا ما حاكل برجرز، حاكل ساج مثل ذاتي كوين اي ام. انا طلبت هيدي الساج على زعتر، اتس سو جود مع جبنه، يا مع جبنه وبندوره. اليوم عيد ميلادي، انه مش الاوفيشال بس عاملين لعيد ميلادي، ما معاد في كتب المي انا ما ببين سوري. اوكي عملت ماي ميك اب، عملت شعري وصار وقت الافطار، فراح على فيتي افطر. هيدا ماي هير وماي ميك اب ماي بعرف منا عبايه جايز، كلكم توصلتوا عليه على تيك توك، نزلت لكم عبايه هي منا عبايه بعرف، هو فستان بس قصدي اجواء رمضان يعني ابروبريت، بعرف منا عبايه بس مهضومه. فانو ايه ليتس جو تو ماي بيرثدي سحور. Guys, everyone's 1 hour. Stop my daily TikTok. Oh my god, no one showed up to my birthday. Us today. Literally. Leiko. The party never disappoints to be Bellato. Can I do a video? Oh. Nobody showed up to her birthday. Oh, yeah, yeah. Gorgeous Renoiries. She's beautiful. Beautiful. Hi guys, it's me again. Hi guys, I know you missed me. I'm Nijad in case ما بتتذكروني. وإذا ما تذكرتوني كثير حزعل. So tonight we're celebrating the one and only Reina Gariz. And this is Sarah JB Mrui. And happy birthday, Reina. Happy birthday to you. So Reina guys, okay, بدي أقول إنه عملنا هيدا كله just for content. نحنا ما كنا بدنا نعمل عيد. Just for content we did it. And yeah. We love you all. I miss you all. I'll be back very soon. Stay tuned. Keep بوقفة. What is it بالقلب؟ Oh, كلامش. Hi Reina, I'm Matilda. Okay, hi guys, so we're here at Reina's birthday. She looks gorgeous. And everyone's arriving. And هنغني لها هلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ron. Vlogger. وانزل يا جميلات. ساعات ما بلحقوا روح على الافطار برا، هلا هون انجع ما بلحقوا، هلا كنت عم بلعب فازا مدخن كتير. I love her. And here is the family corner. What is the family corner? بعدين في my friends with can guys. انا الفيفورت. Yeah, our niche. Guys, yum. يوم عن جد أجل إمشارية of all of you. راتين عم بهدل البنات لأنه تأخروا، بس أنا مبسوطة بالأكل. يوم كبيز يوم إيه يوم والعانة ليلو my daughter إيه guys. بس ليكو شعري هلا مفلوت هيدا. Please mom ASMR.
visit the set from the Giving Movement because it's so comfortable. حطيت الفستان بس ليكو. Good morning, guys. رايحة على my college counselor. صراحة كتير بتوتر لما اروح لعنده لأنه ما بعرف شو بدي أعمل بحياتي خاصة بعد ما اتخرج. بس anyway لبسة my fit من the Giving Movement as usual. You can use my code RARIS. It's time for iftar. Guys, I'm obsessed with this jacket. عن جد it makes an outfit. جبته من زارو. و my top is from Aki. كتير بحبه لهالمحل. جين زارو فلورو. Let's go. Time for dessert. Yummy. The chupriati cake is so tiny. It's so cute. Show with the other cake. Nutella. Hi guys. خلصنا من سحور. ونحن منزلين بالسيارة منلاقي سبايدر على السيارة. وجازمن تجبرني انزل من السيارة. واضرب السبايدر بهيدا الشيء ومش سبايدر صغير سبايدر يعني جايز سبايدر وكان عم يقرب علي وانا عن جد عندي فوبيا انه مره صار معي شيء مع الصرصور ما بدي اعرف ما بدي اعرف جايز هلا عم تجبرنا نروح على ايكار باش وكرنتلي وانا كبيته لسبايدر هي مصره نروح على ايكار باش انه ايه الله يساعدنا كيف نسينا بالليل Thank you. ليك كان في عنكبوت برا فيك تشوف اذا بعده هلا بيموت صح؟ الله معه هلا هي قتلته بس ما بعرف اذا بعده ولا لا ما في اذا برا بفوت على السيارة رينا يا رينا اوكي بس ليه هلا بياخذ وقت هيدا؟ هي عم تهز الماشين عم تهز الماشين بس انا ما حنزل انت حتنزلي؟ اه اوكي طب بس شو ذنب اكسبيرينس جاي شوفوا واو 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 سو لوفلي يا ماما ايه ما تطلعي يي يي شو هيدا انت سايدي اوتفيت يا ميت يا فيت جايز يا ميت يا فيت يا صار عندي يا ميت يا رب يا رب اوكي سكفت من مين ترينا احنا ها نشوف هيدا هو بيو اجا ياكلي مرة كنت عم سوقها هلقد كنت عم بتشتي هلقد ما كنت عم بقشع انت اصلا كويس لا قلت I'm your favorite driver اوكي هلا كاريوكي بارت 2 يس ضروري عليك هلا هلا سشوار انا ستوب عم بيقلي ما نشفت انوف برجع لا 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 العنكبوت انا استعجلت ايه حبيبتي مفروض هي التريدميل تاخذك انا حانزل انظف لك اياها كاريوكي بارت 2 حتى الليركس لانه بدات بهذا المثل لا عم سلم على الأثر راسيل وينه راسيل باي تعطيني نيوتيلا كندر اوريو
ايه وبس العجينه تكون رقيقه بليز رقيقه جايز عم نطلب سحور كندر اوريو ونيوتيلا مش قصه انه هيك انه اتفاتنينج او شيء قصه انه عن جد ما بطلع نفسي في قلك ليه لانه انا ما باكل بتعرفيني يعني إيه؟ ما كثير عم باكل هالايام فهلا فاتحه نفسيتي إيه؟ هيدا المطلوب هيدا المطلوب صراحه اوكي بعد بدي كمان مشي جبنه ما ايه اوكي لا انا جبنه يعني اكل جبنه بس جبنه من وين تاكلي جبنه مع كندر ونيوتيلا لا مش معهم إيه؟ قبلهم إيه؟ او بعدهم ايه انه يعني لف هيك جبنه قشقوين او شيء واكله انه من عنيا؟ ايه ايه اوكي فحان كفيكم الكاريوكي بس نعملكم ابديت غيرت ثيابي something more comfortable اوكي غيرت الثيابه something more comfortable it's her go to sports/everything wear انه كثير they're so comfy they're so trendy they're so nice and they're effortless but with a bit of effort use code RHARMIS for a discount code from The Giving Movement. If you still didn't guess that it's The Giving Movement. Yes, always. I love this brand. حالياً حنكفي لكم الكاريوكي session. غسلنا السيارة وميت السبايدر. شنو برجر من 24؟ أكيد مسكر. بدك تشوفه؟ هي مفتوح. اكيد ما بقى عنده قصدي واو هنشوف شيل هيدا وين ابو عفيه؟ ايه انا رحت عنده بس ما بتذكر فيفي وينه؟ ابو عفيه خايفين اخو السيارة ميشن سكسسفل جبنا الكريب بس ما قدرنا نجيب ابو عفيف بحب كيف بتقول هيك جازمة على السياحة تاكلهم يعني ولا حاكل وقتي نتلا كندر اوريو نتلا كندر اوريو ليك برا ما بتاكلي دبندب فحتقدري يام الكوكي سكرب من دبندب اخر مرة اكلت دبندب was like 7 years ago you're a skinny legend we don't care about calories here we care about happiness okay we care about what now? no I care about skinniness food equals happiness ليه عملي سبار وفكرت عملي اللي بدك في لك شيء؟ ايه بحس مرات الاكل اللي بناكله ما انه اكل كيف يعني؟ انه it's not real food لا برري انه عم بحكي عن الفاست فود ايه انه it's plastic مثلا انه ما انه اكل ايه انه ما عم تتغذى it's تسلية مثل الدخان انا مثلا كان يكون the bros هلا؟ لا لا Thursday. Okay. 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 الو برو وين اختفيت؟ ما حنجي ليه؟ لانه اجاكنا لا عم تحكي مع ساره رحنا عند مروه لانه ساره بيتها بيسلي اكثر اوكي بعرف عم تستلمينا مستحيل تقولي لي هيك شيء نحن طلعين نحن تحت باي باي جايز باي